ولات زعما مستوى عالي. وكنقول لهذه الجماهير تواقه والجماهير اللي كتضحي اليوم الاربع، اليوم راه ماشي السبت باش نذكر، ما هو السبت ما هو واحد، ما هو يوم عطله، اليوم الاربع الناس مخلين الدراسه والناس مخلين مقرات العمل ديالهم، مخلين المناصب ديالهم وجايين. كنقول لهم سمحوا لنا الله يرحم الوالدين، انتم السند ديالنا. وكنقول لهم بان التلاحم ديالنا هو ما ما, ما يزعج الخصوم، التلاحم ديالنا. انا بغيتكم من بعد من سالي تصوبوا عدسه الكاميرا لهذه الجماهير وتشوفوا هذا راه ماشي ما عرفتش انا يقدر واقيلا ب 15000 ولا 20000 وبقاو الناس على برا. كنقول لسكان مدينه وجده شكرا لكم على الكرم ديالكم العادي اللي بالنسبه لنا احنا دائما انتم كنتوا كرماء، انتم اهل الشرق، انتم خوتنا واصحابنا. ولكن يبقى الوداد فريق كبير ويبقى المنافس ديالنا اللي نافس لاخر لحظه، ولو انك انت معاهم ماشي مشكل. انا ما اليوم ما غنقولش الغريم، غنقول فريق الرجاء لان كيتقلقوا عليا بعض المرات. انا كنقول غير الصدق، انا صدقت في قولي حين قلت الصنيديق واحد الوقت وضحكوا بها الناس، ولكن تعطلوا في الاخر. علاش؟ اللي كنا كنامنوا بالمقدورات ديالنا وفي السند ديالنا في ظهرنا هناك الوينرز. وقلت عاوتاني حذاري من بعد ماتش الاهلي، انا ما قلتش على الديربي، انا الديربي ممكن تربح ثلاث نقاط، والحال ان اليوم ها هو الرجاء منافس دا 3 بوان. اشنو دار بها؟ لان اشنو المهم هو انك دي 3 بوان في الاخر. عندي اصدقاء، عندي عائله، عندي ناس صحابي بزاف كيبغوا فريق الرجاء. كنقول لهم بان ان شاء الله حنا طوينا دابا 22 من اليوم، لا اليوم حقا نفرحوا شويه وغدا وبعد غدا وغنبداو نرتبوا ان شاء الله الصفوف ديالنا باش نوجدوا 23 وان شاء الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وشكرا للصحافه الرياضيه برمتها لنسائها ورجالها لانهم مشاو معنا في هذا المسار كله، وهذا الشيء ما ضاعش لهم لانهم رافقوا البطل. بارك الله فيكم.